سيداتي وسادتي، مرحبا بكم جميعا في رواق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. قبل أن نبدأ محاضرة اليوم التي سوف يلقيها الأستاذ البروفيسور رشيد يزامي، أعطي الكلمة للسيد رئيس المجلس الأعلى من أجل تقديم كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، السادة الأساتذة والخبراء، السادة أعضاء المجلس، السادة أطر المجلس، السيدات والسادة الحضور، تأتي كلمتنا هذه في سياق افتتاح المجلس لمشاركته الأولى في فعالية الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، والذي يشكل حدثا ثقافيا بامتياز ومناسبة للاحتفاء بالفكر والمفكرين ونشر المعرفة والتشجيع على القراءة والنقاش والانفتاح على المعارف والثقافات، وهو ما يحضر في صلب اهتماماتنا في المجلس. حضرات السيدات والسادة، لقد نهج المجلس في إنجاز مختلف أعماله من آراء وتقارير ودراسات تقييمية وموضوعاتية منهجية قوامها التملك الجماعي للشخصيات والتقييمات للتشخيصات والتقييمات والأفكار في إطار التعاون البناء مع كل شركائه المؤسساتيين بهدف استشراف معالم مدرسة الغد، وهو ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 في مرتكزاتها الثلاث. مدرسة جديدة للإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي. ولا يزال المجلس يؤكد على حاجة بلادنا للمزيد من السياسات الوطنية المندمجة الهادفة لتطوير ثقافتنا والانفتاح على الثقافات الأخرى، ولا سيما عن طريق الاهتمام بإتقان اللغات الأجنبية من طرف المتعلمين في كل مستويات التعليم والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يسائل قدرتنا جميعا على العمل المتواصل بهدف تشجيع القراءة، بحيث أن هذا الورش لا يمكن حصره في المسؤولية الملقاة فقط على عاتق المدرسة المغربية، بل إن تشجيع القراءة والتعلم ونشر الثقافة وتطويرها هي مسؤولية مجتمعنا بكل مكوناته وأطيافه، خصوصا
خصوصا في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية. حضرات السيدات والسادة، لقد أضحى للتكنولوجيا دور في المكانة التي يحتلها الفرد اليوم، حتى أصبح مفهوم المجتمع الحر لا يرتبط فقط بالحرية الاجتماعية والسياسية، بل بالتحرر الإنساني الذي أصبحت معه عقلية التجريد تمتد إلى كل العلاقات الاجتماعية من جهة، وتقلل من أهمية الإنسان في مهاراته وتفكيره وتنقلها إلى الآلة والتطبيقات. كنت أتذكر أنه في بداية التسعينات من القرن الماضي راج الحديث عن ما أطلق عليه بالثورة الرقمية، والتي كانت لها انعكاسات أكثر ثورية تجلت في التطور المتلاحق لما يعرف اليوم بالتكنولوجيات المعلوماتية والاتصالية والذكاء الاصطناعي، والتي وضعت معها رزمانة من الإشكالات الاجتماعية والتربوية التي وجدت خطابات بعضها تمفصلة حول الأبعاد الإيجابية المرتبطة بالثورة الرقمية، من أنها تؤسس لمزيد من الرفاهية والتعلم أما البعض فرأى لكل مآسيها الاجتماعية وأضرارها النفسية، والتي لا يرى المغالون من أنصار التكنولوجيا لحلها إلا مزيدا من التكنولوجيا. وعليه فإنما أكسبته هذه التكنولوجيا للإنسان من حريات ووسائل جديدة حررت الإنسان من عوائق الطبيعة، فإنها في ذات الوقت سلبت بعض حريته وواجهتها بأخطار جديدة وضعته في كثير من الوضعيات تحت عبودية آليتها وآلاتها. إن هذه الثورة رغم مزاياها في تقليص المسافات الزمانية والمكانية وسيولة الإعلام وتيسير المعلومات والتلاقح الثقافي وتحسين الأداء التعليمي والتكويني والإداري والمعاملات والتطبيب عن بعد للتليميدسين، فإنها كذلك الثورة التي تحولت إلى أخطر سلاح لا مادي وإلى حرب إلكترونية ذات صفر ضحايا كما يدعى، دون إغفال السيطرة الإعلامية وتزييف الأخبار وإفشاء ثقافة التمييز والعنف واللا تمدن أو اللا حضارة. مع كل ذلك لازلنا متفائلين بأن العلم من مهما قيل لا زال قادرا على إدراك دوره القديم المتمثل في تحرير الإنسان من جديد إذا ما جددت مضامينه وأطروحاته وأهدافه وصولا إلى التفاعل الإيجابي مع الواقع الإنساني الجديد والمتجدد. ما يعني طرح مفاهيم ومناهج وحلولا ومعاني وقيما جديدة تكون أكثر إنسانية. حضرات السيدات والسادة، إذا كانت التربية والتعليم يغيران من حياة الناس والشعوب فإنهما يتبوآن مكانة مركزية في مهامنا بالمجلس، ومن خلال الإسهام في التفكير الاستراتيجي لمواجهة بعض أكثر التحديات في التعليم اليوم وابتكار ممارسات للتعليم والتعلم قوامها مدرسة جديدة تكون فضاء نموذجي للتعلم والانفتاح ونموذجا للحياة المستدامة وتكييف المناهج وتطوير المعلمين ومهارات المتعلمين، لكن طبعا من خلال الدمج المنهجي للذكاء الاصطناعي يكون محوره الإنسان المتعلم والمواطن، وتحويل التفكير ليشمل دور الذكاء الاصطناعي في معالجة أوجه عدم المساواة الحالية فيما يتعلق بالحصول على المعرفة والبحث وتنوع أشكال التعبير الثقافي وضمان عدم قيام الذكاء الاصطناعي بتوسيع الفجوات التكنولوجية بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية. إننا بحاجة إلى تجديد هذا الالتزام
ونحن نتحرك نحو عصر تقارب التكنولوجيات الناشئة في كل جانب من جوانب حياتنا، لكن في توجيه هذه الثورة إلى الاتجاه الصحيح لتحسين سبل العيش والحد من عدم المساواة وتشجيع العدالة والإنصاف وضمان الاستخدام الأخلاقي والشفاف، ونحن في المجلس نسعى لأن نطلع بدور رائد في تعزيز الحوار والمعرفة في هذا المجال وزيادة الوعي بالفرص الواسعة النطاق للذكاء الاصطناعي من جهة والآثار المتخصصة المترتبة عنه في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي من جهة أخرى. إنها مسؤوليتنا جميعا لتحليل التوتر المحتمل بين السوق والقيم الإنسانية والمهارات والتعلمات في سياق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديد القيم الإنسانية التي تعطي الأولوية للأشخاص والبيئة على الكفاءة والتفاعل بين الإنسان والإنسان على التداخل بين الإنسان والآلة. ودورنا أيضا تعزيز مسؤوليتنا لمعالجة القضايا المجتمعية الحرجة التي تثيرها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مثل الإنصاف والشفافية وحقوق الإنسان والقيم والمواطنة، ضمانا لبقاء الإنسان في صلب التعليم وليس كجزء يتضمنه تصميم التكنولوجيا. حضرات السيدات والسادة، في ختام كلمتي هاته أود أن أجدد لكم الشكر على حضوركم وإسهامكم في إنجاح مشاركة المجلس في فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الحالية، متمنياً لفعاليات هذا المعرض ومشاركة المجلس فيها كامل التوفيق والنجاح، كما أود أن أرحب بمختلف الخبراء الوطنيين والدوليين وبالضيوف الكرام وبكافة الأساتذة والأطر والفعاليات الملتئمة في هذه المحاضرة الافتتاحية التي ينظمها المجلس لتبادل الأفكار والتجارب حول موضوع يكتسي لدينا أهمية راهنية ومستقبلية بالغة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الرئيس. محاضرتنا اليوم لن أطيل. الأستاذ البروفيسور المخترع رشيد يزمي أكثر من أن يقدم وأكبر من أن يقدم. هذه المعلمة المغربية ذات الصيت العالمي وذات الاحترام من طرف المؤسسات، مؤسسات كبيرة في العالم، وفي نفس الوقت حاصل على ميدالية من طرف صاحب الجلالة وميداليات متعددة عبر العالم. لن أطيل، الكل ينتظرك سيد رشيد اليزمي، إليك الكلمة ومعشوك مسبقا. شكرا. شكرا سيدي قديم، سيدي الرئيس، زملائي الأساتذة والحاضرين، شكرا أولا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على استدعائي من سنغافورة. ومني جاتني الاستدعاء ما خممش أقل من 5 دقائق ثانيات باش نقول نجي، لازم نجي باش نتلاقى مع زملائي ومع باش نتلاقى معكم ونحاوركم على الأشياء اللي تتهم ما يخص التكنولوجيا والبحث العلمي، لأنه هو هذا المسير ديالي، وهو أولا كمهندس وثانيا كباحث ومن بعد كأستاذ جامعي. وكذلك تلقوا عليا شي ناس ابن بطوطة ديال القرن 21، هذا يعني أنني الحمد لله فيما مشيت العالم كله تعترف أولا بأنني مغربي، وثانيا بأن يعني عندي
بعض يعني المشاريع اللي تتهم الناس كلها العالم كله. والحمد لله فيما مشيت الاستقبال تيكون حار جدا، مشيت في امريكا ولا في الصين ولا في اليابان، وخاصة المغرب هو الاول. خاصة المغرب، المغرب راه يعني الاستقبال من غير يعني بحال هذا اللقاء اليوم، تنكون غير غادي في الزنقه ولا كنوصل للمطار ديال الدار البيضاء محمد الخامس الدار البيضاء، سي رشيد يا زميل مرحبا بك بلاك الله يودي، يعني هذاك الشيء تفرح بزاف. وتنتمنى بان هذا الشيء هذا ينفع ما امكن اولا الجيل الصاعد باش يقولوا بان حنا مغاربه ومتخرجين من المدرسه العموميه. هذه جد الاسابيع كنت في مدينه فاس، المدينه اللي زدت فيها، وزرت الحي فاش كبرت، حي الشهداء، واول مكان مشيت له هو المسيد فين كنت قريت ملي كانت عندي 3 سنين و4 سنين، وخديت الصوره ديال المسيد مازال لحد، ومشيت للمدرسه الابتدائيه ديال الصفاح، وطلعت للجامع الاندلس، وداك الحي كله تنعرفو مزيان ملي كنت صغير الى اخره. وكان بطبيعه الحال ثانويه مولاي رشيد اللي قريت فيها يعني في الاعدادي، ومن بعد مشيت لمولاي ثانويه مولاي ادريس اللي خديت فيها البكالوريا في عام 1971. وتنشوف هنايا الزملاء ديالي اللي كانوا معايا في القسم ديال البكالوريا ديال 1971 في علوم رياضيات، ومازالين عندنا واحد يعني ان جروب بيناتنا تنتواصلوا، والمحبه وتبادل الاراء وتبادل الاخبار الى اخره. اذا هذا الشيء كله بحال يعني سفر تيبدا من الصغر الى لحد الان، والحمد لله في كل يعني مرحله في الحياه ديالي ما كان فيها الا السرور والفرح والتبادل مع الناس فيما مشيت. اذا اليوم اللي بغيت نتكلم عليه، وهي كمهندس شنو هما الاشياء اللي تهموا يعني الان المغاربه في الاطر ديال الهندسه. اسمحوا لي ما كاينش انا يعني كنت عندي اهتمام كذلك بالفن ولا بالرسم ولا بالصور الى اخره، ولكن اليوم باغي نركز على الهندسه. المهندس ملي كيدخل طالب في الهندسه المدرسه، اول حاجه تيقولوا له انت مهندس خصك يعني الوظيفه ديالك وهو تلقى حلول لمشاكل، مشاكل تقنيه طبعا، والمشاكل كاينه وطبيعه الحال ملي كتفهم منين جا المشكل وكتحاول كيفاش تحلو كتبتكر كتخترع وكتلقى حلول اللي عمرك حتى شي واحد ما فكر فيها من قبل. واليوم انت نشوف يعني ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كله كاين مشاكل ديال طبيعه الحال ديال المناخ، ارتفاع الحراره، كيفاش العالم كله غادي يتاثر بهاد الاشكاليه ديال ارتفاع الحراره. الا سمعتوا الاخبار ديال هاد الايام زعما القليله شنو واقع في كندا، 2.7 الملايين ديال الهكتارات تحرقت في شهر في كندا، 2.7 مليون هكتار، هي علين 5% ديال المساحة ديال المغرب لا قدر الله. تقول لكم يعني علاش في الشهر ديال ماي وفي كندا اللي معروف عندها الماء وعندها لي كنادير وعندها كل شيء، ولحد الان هذا العدد ديال المساحه ديال يعني ديال الغابات اللي تحرقت هي تقدير، مازال ما عارفينش كل شيء، ومازال ما زعما تسيطروا على هذا المشكل. هذا تنعرفوا بان مع ارتفاع الحراره هذا الشيء غادي يوقع في العالم كله، زعما في المغرب ما يمكنناش نقولوا بان هذا الشيء كله غادي يوقع، وخصنا نتوقعوا له، خصنا نحضروا هذا المشكل هذا باش قبل ما يوقع نشوفوا كيفاش نلقاو له على الاقل ما نعطيوش يعني الفرص للنار باش تنوض الى اخره. كاين بطبيعه الحال اسباب مناخيه بحال دابا تيقول لك لا فود طاحت تيتشعل العافيه، كاين عاود الناس اللي بعض المرات
ما تاخذوش الاحتياط وتيشعلوا النار هكا باش يديروا اللي كان وداك النار تتولي يعني تتنتشر وتتوقع مشكل كبير. هل الاولى هذا ديال المناخ. ثانيا المشكل الكبير اللي كنشوف هنا في المغرب هو ما يسمى بالستريس هيدريك، يعني الماء، المطر ما بقاش ينزل كيف كان شحال هذه. ملي كنا ملي كنت صغير كان تيقول هذا دخل بحال مارس، مارس عندنا الشتاء، دابا ما قلالت ويعني ما بقاوش يعني الفصول كيف كانت. يمكن دابا تحت الشتاء هذه 15 يوم وقع الغرق، والناس كانوا تيستاينوا الشتاء يمكن في اكتوبر ولا نوفمبر قبل ما يوقع هادشي ديال يعني ديال الحمله ديال الفلاحيه الى اخره. اذا هادشي كله تيتبدل. والماء في القران انه جعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. ان الماء يعني مهم جدا 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 بطبيعه الحال، ولازم يكون عندنا. انا بالنسبه لي مشكل هكا خص يكون عندنا واحد المعهد خاص بالماء في المغرب، معهد البحث خاص بالماء. وكاين في البلاد فين انا عايش الان في سنغافوره في العماره اللي قبلت العمل المختبر ديالي، كاين واحد المختبر كبير في على الاقل 200 ديال الباحثين خدامين في الماء في سنغافوره اللي كيطيح فيها اكثر من 100,000 متر مليمتر ديال الشتاء كل عام، وعندهم يعني معهد ديال الماء. هذا مهم جدا لان الخبره خص المهندسين يفهموا المشكل ديال الماء، كيفاش يمكننا نستعملوه، كيفاش يمكننا نحلوا الماء ديال البحر، لان البحر عندنا خصنا نزولوا منه الملح ونشوف كنستعملوه في الفلاحه ولا الشرب والى اخره. هذا مهم جدا، وتنتمنى يعني هاد الرساله اللي كان صافت يعني يسمعوها يعني الناس المكلفين بهذا يعني القرار الى اخره، باش يشوفوا كيفاش نبداو يكون عندنا معهد. وهذا المعهد يمكن يكون يدخلوا فيه يعني الباحثين المغاربه من جميع الاطراف، اما من الجامعات اللي كاينه، الجامعات الوطنيه ولا الجامعات الخاصه ولا الناس اللي عندهم في الشركات عندهم يعني معلومات على التكنولوجيا الى اخره، باش يمكننا نديروا واحد الفريق مغربي خاص ب يعني استعمال الماء بواحد الطريقه ذكيه. هذا تنشوف بان هذا مهم جدا. ولا كان عندكم شي اسئله زعما ما كاين حتى مشكل يمكن لكم تسولوني على يعني النموذج اللي عايش انا فيه في سنغافوره كيفاش يمكننا زعما نطبقوه في المغرب، يعني باخذ النظر على الظروف ديال المغرب. الموضوع الثاني اللي تهمني يعني هو الموضوع ديال الطاقه. كاين ما يقول انتقال الطاقه، التكنولوجيا ديال الطاقه تتنتقل، وخصوصا في هادشي ديال التنقل، السيارات، الطائرات، الشاحنات، كل شيء غادي يولي كهربائي في المستقبل. الحمد لله في المغرب عندنا يعني الطاقه المتجدده، وصاحب جلاله نصر الله بدا واحد المشروع هائل اللي جعل المغرب في قمه الدول اللي غادي تستفيد من الطاقه المتجدده، خصوصا الطاقه الشمسيه والهوائيه والماء الى اخره. اذا هادشي كله كاين الاطار موجود، بقى الاستعمال ديال الطاقه بواحد الطريقه تقولوا افيسيونس يعني افيكاسيتي انرجيتيك. وهاد الافيكاسيتي انرجيتيك يعني بان مني في المثال ما عندناش الريح وفي الليل ما كاينش الشمس، كيفاش يمكننا نستعملوا الطاقه؟ اذا خص تخزين الطاقه، خص نفكروا كيفاش نخزنوا هذيك الطاقه الكهربائيه، لان الطاقه الكهربائيه خصك تستعملها في الوقت فاش كنصنعوها كنوجدوها. اذا خص الخزن، والخزن بطبيعه الحال انا في الوسط كاين ما تعلمون انا البطاريات الليثيوم اللي انا خدام فيهم هذيك اكثر من 40 عام ومازال لحد الان مازال عندي البحث العلمي في هذا الشيء هذا ديال الطاقه ديال البطاريات الليثيوم اللي باغيين نطوروها ان شاء الله باش تولي بطاريه ذكيه باستعمال بطبيعه الحال الذكاء الاصطناعي. هذا الشيء كله تنبغيو نلاقيو الاشياء اللي في الاول ما تيبانش بان كاين علاقه بيناتهم، ولكن ما بين الطاقه
الذكاء الاصطناعي كاين شحال ديال الامور اللي زعما تيشاركوها. و اهلا وسهلا. الله يودي والله انت تفضلي تقدمي السلام الفاسي فيري. تبارك الله عليك الاستاذ ديالنا. السلام عليكم. تبارك الله عليك. مرحبا بك. اذا هذه ديال الطاقه يعني هذا الانتقال في الطاقه ما بين السياره تسميها الحراريه الى اخره اللي كانت عندها اكثر من قرن في التاريخ ديالها. والمستقبل كما تعلمون ان في اغلبيه الدول المتطوره اوروبا امريكا الصين اليابان وكوريا الى اخره قرروا بان ما بين 2030 و2035 ما يبقاوش يصنعوا السيارات غادي نقطعوا صناعه السيارات الحراريه وكل شيء متجه لصناعة السيارات الكهربائية. هذا هو المستقبل والمغرب لازم غادي يكون هو عنده الدور ديالو في هذا المشروع. عندنا على الأقل زوج ديال الشركات العظمى رونو وستيلانتيس في المغرب وهما بطبيعة الحال مهتمين بالمستقبل ديال السيارة الكهربائية ولازم يكون عندنا مشروع صناعي كبير. وسمعت هذه يومين بأن المغرب تقدم في هذا الإطار هذا وكاين واحد المشروع ديال جيجا فاكتوري. اسمح لي غادي نتكلم على الهيدروجين. اتفق معك كاين الباتري في الليثيوم صحيح وكاين الهيدروجين هذا صحيح طبيعة الحال لان الهيدروجين ما يسمى بالهيدروجين الاخضر اللي غادي نصنعوه من الطاقه المتجدده ما فيهاش الكربون زيرو كربون. هذا هو المستقبل. الهيدروجين مازال يعني مازال عنده شحال الاشياء خاصها تتطور باش يولي يعني فاعل. هو ما كاينش ما احسن من الهيدروجين من ناحيه ديال خزن الطاقه. ما كاينش ما احسن منه في الارض لانه خفيف وفين ما مشيتي كاين الماء البحر فيه الهيدروجين H2O. وإلا درنا التحليل ديال الماء الالكتروليز ديال الماء تنصنعوا الاكسجين لان مزيان للبيئه وثانيا تناخذوا الهيدروجين ويمكننا نستعملوه في الصناعه يمكننا نستعملوه في التنقل يمكننا نستعملوه في الكيمياء الى اخره. كاين شحال ديال التطبيقات ديال الهيدروجين ولكن باش نوصلوا للهيدروجين الاخضر خص حتى هذا يكون عندنا فريق مغربي كبير فيه علماء باحثين تعرفوا المشاكل ديال الهيدروجين ويمكن لهم يطوروها ماشي غير يعرفوا خصهم يطوروها ويكون واحد الاختراع جديد ديال الهيدروجين الاخضر المغربي. هذا مهم جدا. اذا تنتمنى انا نقول لكم صراحه هذه يمكن اكثر من 51 عام باش خرجت من المغرب وطبيعه الحال عندي علاقات مع المغرب وخصوصا مع أكاديمية الحسن الثاني ديال العلوم والتقنيات الرئيس ديالها هنا معنا. عندي علاقات مع المغرب ولكن ما كنعرفش شكون هما المتخصصين في شي فواحد الاطر بحال دابا واش عندنا شي عالم ولا عالمه مغربي ولا مغربيه عنده اعتراف عالمي في مجال الهيدروجين. إذا كان مرحبا به ونبغي نتعرف عليه. إلا ما كانش خصنا يكون نقولوا عندنا من دابا 15 عام ولا شي حاجه نحضروا الاساتذه والباحثين لاعلى درجه ونعطيهم يعني الامكانيات باش يمكن لهم يزوروا العالم يجوا يمشيو لاسيا لامريكا اوروبا ويعرفوا شنو كاين احسن ما كاين من الحلول لاستعمال الهيدروجين. لان كيف قلت لكم الهيدروجين هو احسن ما كاين احسن من الليثيوم بطبيعه الحال احسن من الليثيوم لان الليثيوم المشكل ديالو هو واش على حسب المتوقع من دابا 2040 شحال ديال السيارات الكهربائيه اللي غادي يتصنعوا. السؤال واش عندنا الكوبالت واش عندنا الليثيوم واش عندنا النيكل واش عندنا المكونات اللي غادي نصنعوا بها هذه البطاريات. هذا راه سؤال مفتوح وكان على حسب زعما ما تنعرف ان الثمن ديال البطاريه ديال الليثيوم انخفض هذه 15 عام وتنخفض
علينا خمسة المرات، خمسة الأطراف مشى من 500 دولار الكيلوواتر تلطح أقل من 100 دولار الكيلوواتر الآن، ولكن دابا عاود بدا يرتفع. علاش؟ لأن أولا الليثيوم تلقاو بأن بدا المنافسة ما بين الصين وأمريكا إلى آخره، إذا الثمن تيطلع. إذا الشيلي يعني عمم الليثيوم ديالو ولا وطني، ما بقاش يعطي لي كونسيسيون لزيترونجي. قرر الشيلي اللي عنده أكبر مخزون ديال الليثيوم في العالم، عنده 30% ديال الليثيوم ديال العالم، قرر بأن الليثيوم ديالو غادي هو اللي زعما الحكومة وزعما ديال الشيلي هي اللي غادي تتكلف به من دابا الفوق، لأن عرفوا بأن عنده واحد يعني دور استراتيجي في هادشي ديال السيارات الكهربائية ديال المستقبل. الكوبالت، حنا عندنا الكوبالت في المغرب، ولكن الكوبالت في المغرب رغم ان الجوده ديالو احسن كوبالت في العالم من ناحيه يعني ديال الجوده، زعما لا بيورتي ديالو احسن ما كاين في العالم، ولكن قليل. حنا جينا في درجه 11 ولا 12 عالميا. اذا عندنا الكوبالت، ولكن اللي قدنا حنا في المغرب ما يمكنناش زعما الا شفنا شنو يعني شنو باغيين حنا في المغرب من دابا 2040 من ناحيه ديال البرامج ديال السياره الكهربائيه الى اخره. الكوبالت في المغرب غيبقى في المغرب، يعني قدنا، ولكن ما عندناش زعما الكفايه. ولكن كاين حاجه اخرى وهي لو روسيكلاج ديال البطاريات، ديال تدوير البطاريات. انا يعني كونسلتون ولا كوم كونسيي ديال مناجم خدام معاهم في المشروع ديال تكرير بطاريات الليثيوم، ونخرجوا منها الليثيوم، ونخرجوا منها الكوبالت والنيكل الى اخره. هادشي كله كان مشروع جميل جدا. كنت معاهم هذه واحد اليومين، تبارك الله عليهم، داروا واحد التقدم التكنولوجي هائل في 4 شهور. داكشي اللي داروا يعني هائل جدا، وانا يعني متفائل يعني بالناحيه ديال هذا البرو زعما المشروع ديال البطاريات في المغرب. ماشي غير الصناعه اللي كيف سمعنا هذه يومين بان كاين واحد مشروع ديال جيجا فاكتوري في المغرب، ولكن حتى التكرير ديال البطاريات، لان هذا حتى هو تيطلب واحد التكنولوجيا خاصه به. كيفاش يمكننا نخرجوا ملي تيكون، لان البطاريه عندها اعلى مكونات في الليثيوم في الكوبالت، الى كل شيء كونسنتري فيها. إذن وكل شيء يعني زعما لا كاليتي ديالو احسن ما كاين. إذن يمكننا نكرروا هذاك بواحد السهوله، ولكن خص تطوير يعني الصناعه صناعيا التكنولوجيا اللي غادي تساعدنا نخرجوا هذيك المواد بواحد الثمن ملائم. هذا هو المشكل. إذن تنشوف هذا الطاقه والماء و كيف قلت في الاول يعني الحراره اللي كتطلع ديال المناخ الى اخره، هادو كله مشاكل عالميه، ولكن المغرب عنده يعني اهتمام بها، خصو يكون عنده اهتمام بها، وخصو يكونوا بالنسبه لي جا الوقت فاش يكون في كل هاد زعما الاطر اللي عندها اهتمام كبير للمغرب يكون معاهد خاصه بها، وهاد المعاهد يكونوا فيها الاساتذه والباحثين، يمكن يجيو من الجامعات ولا يجيو من الخارج ولا اللي كان، ونجمعوهم كلهم باش الافكار تتطور وغادي يخرج. لازم تخرج واحد النتيجه، لازم تخرج النتيجه، لان الا بقينا تنساينو تجي يعني الحل من الخارج، ما عندناش يعني كيفاش، ما عندناش الكونترول ديال داك الشيء هذاك. اذا خص داك الشيء يكون عندنا في هذه البلاد، والوقت ما كاين مشكل. الا ما كانوش الان دابا 15 عام كنا نهيئوا الاطر العاليه يعني باش نحاولوا كيفاش نحلوا هذه المشاكل اللي تتهم العالم كله. بطبيعه الحال نزيدوا الصحه الى اخره. انا تنشوف بان ما خصناش نساينوا حتى يوقع مشكل عاد نلقاو الحل. خص المشاكل تنشوفوا شنو الجيران ديالنا شنو واقع لهم. انا قلت اعطيكم المثال، ماشي جيراننا ولكن كندا شنو واقع فيها الان من هادشي، هذا تيكون الفيضانات الى اخره. هادشي كله لازم المغرب زعما اون في بارتي دو موند، ما يمكنناش نقولوا بان كاين اون اكسبسيون. حنا اون با اون اكسبسيون. هادشي كله المغرب خصو يهتم به ويكون يعني هادشي مؤثر
ويكون ممول وما فيها بس إلى طبيعة الحال جبنا الخبراء العالم وجبناهم لعندنا. نقول لكم صراحة في أكبر جامعة ديال المهندسين في العالم نانيانغ تكنولوجيكال يونيفرسيتي في سنغافورة، رئيس ديالها عمره ما كان سنغافوري، كان سويدي ودابا أمريكاني ودابا عاود جابوا واحد آخر ما عرفت منين من أوروبا. إذن تيجيبوا تعرفوا يعني الخبراء وكيجيبوهم لعندهم، وباش يجيبوهم لعندهم خصهم يعطيهم الحاجه اللي فوالا دي انسنتيفز اللي تيجعلوا ان الواحد يقول لي ما فيها باس غادي نغامر. كان رئيس ديال كالتك كاليفورنيا انستيتوت اوف تكنولوجي اللي مصنف ما بين الخمسه ديال يعني الجامعات احسن يعني مصنف في العالم. رئيس ديالها فرنسي سميتو مسيو شامو، ومسيو شامو بروفيسور شامو خدا جلس يعني جوج ديال سميتو اربع سنين في اربع سنين، ومن بعد سمعت بانه مشى لجامعه الملك عبد الله في جده، ومشيت وتلاقيت به وقلت له يعني كيفاش يعني كيفاش وقع انك جيت للعربيه السعوديه؟ قال لي لان فهموا بان الا بدلوا رئيس غادي يبدلوا الجامعه كلها. هذا الرئيس جاي ماشي جا غير كشخص، جا كان ريزو، سي ان ريزو، عنده المعرفه مع هادو مع هادو مع الشركات الى اخره. هاد الجامعه جامعه الملك عبد الله في جده وتصنفت الان ما بين المئة احسن جامعات في العالم. اليوم في المغرب ما عندناش جامعه مصنفه اقل من 1000، احنا ما بين 1000 و2000 احسن جامعه مغربيه مصنفه عالميا. ولكن الا لقينا يعني في المحيط ديالنا المغرب المغربي ولا ديال المغرب يعني شمال افريقيا ولا في افريقيا ولا في العالم الاسلامي الى اخره، حنا زعما الجامعات ديالنا مصنفه مزيان، ولكن عالميا ما عندناش زعما جامعه ما بين الالف الاولى. وهذا خصو يكون بحال يعني هدف، نقولوا حنا دابا في 1500 ان شاء الله من دابا 20 سنه غنكونوا ما بين 1000، ومن دابا 20 عام نوصلوا ل 500 الى اخره. وهادشي كله ماشي غير ارقام، هادشي كله راه سياسه يعني تيكون تدبير شنو هما اللي خصنا نبدلوا شويه في العمل في الجامعات باش يوصلوا لهاد الدرجه هذه. وتنظن بان الحاجه اللي انا تقول لكم صراحه في هذه المدرسه ديال الهندسه اللي فيها 5000 مهندس كل عام تيخرجوا، اكبر مدرسه الهندسه في العالم في سنغافوره. سنغافوره بين 5 مليون ونص 5 مليون و دمي دابيتون، وعندهم جوج ديال الجامعات مصنفين ما بين زعما 12 و13 عالميا. علاش؟ لان من الاول من بداو داروا يعني اول حاجه قروا وهنا التعليم التعليم التعليم. واول وزير الاول ديال سنغافوره قرر في 1965 بان المعلم من يعني من الابتدائي الاعدادي الثانوي الى يعني الجامعي غادي تخلص بحاله ولا اكثر من الطبيب. تكرم الاساتذه لان الاساتذه هما اللي تصنعوا الادمغه. وتيشوف دابا 50 عام من بعد ما ولات يعني الجمهوريه ديال سنغافوره يعني خداو الاستقلال ديالهم من احسن ما كاين، لان من الاول هذاك السيد فكر بان ما عندهم والو، ما عندهم لا غاز، ما عندهم لا بترول، ما عندهم لا ما عندهم والو، عندهم الادمغه، وقال غادي نستثمر في الادمغه. وهذا الشيء علاش وصلوا لهذه الدرجه هذه. والحمد لله زعما المغرب الادمغه كاينه بزاف، غير خصنا نعترفوا اولا نعرفوا كيفاش الناس. في المثال انا شفت هذه فرحت بزاف، هذه جوج الاسابيع ولا اقل من جوج الاسابيع هذيك التلميذه سميتها هبه ياك في الشيوي اخذت احسن تلميذه في الرياضيات في افريقيا. واش هاد التلميذه هذه اعترفنا بها في المغرب قبل؟ وكيفاش يمكننا نعرفوا بان كاينين تلاميذ ولا طلبه مزيانين في الميدان ديالهم نشجعوهم؟
يمكن كاين هادشي وانا ما ساك خبار ولكن كاين، ولكن هادشي خصو نزيدو فيه، نزيدو منو باش اولا الكفاءات اللي كاينه في المغرب خص اول بلاد اللي يعترف بهم ويكرمهم هو المغرب، هي بلادهم. هذه اول حاجه، وباش يمكننا نوصلوا لهاد الدرجه هذه، وان تيكونوا ليجان، هاد الليجان تيسولوا يعني المديرين ديال الثانويات ولا الجامعات والى اخره، وسولوهم واش عندكم شي واحد. انا عضو في الليجان اللي تيختاروا الناس اللي غادي يشدوا واحد الجوائز عاليه جدا. كان جائزه في ايران سميتها جائزه مصطفى صلى الله عليه وسلم، كاين جائزه في روسيا سميتها جلوبال انرجي برايس، انا عضو منها. كاين جائزه، كاين جوائز في الناشونال اكاديمي اوف انجينيرين ديال امريكا، انا عضو. تيصيفطوا تيقول لك الله يخليك السي رشيد رشح. اقولوا لي شكون نرشح؟ عندكم شي مغاربه نبغي نرشحهم والله العظيم بكرامه، زعما بكل شرف يمكن لي نديروا، ولكن خصني نعرف بان هذاك المغربي غيمكن له يوصل لواحد الدرجه باش يمكن له يكون عنده واحد الحد ياخذ هذيك النتيجه. والا ما كانوش نحضروهم نوجدوهم المستقبل، شحال الناس يقول لها السي رشيد نتمناوك البري نوبل، والبري نوبل هادشي ساهل فهمتي، هادشي ماشي سا طوم با دو سيال فهمتي. اذا هادشي كله بشويه بشويه خص اولا الاعتراف يكون في المغرب. الحمد لله صاحب جلالنا وشحني، اذا كان اعتراف وطني وانا تشرفت كثيرا ونشكره جدا بهذا الاعتراف، ولكن التكريم، ولكن جاء هذا التكريم هذا من بعد ما اولا اي تريبل اي دونك لانستيتيو دي لي انجينيور الكتريسيان، اكبر انستيتيو في العالم في هادشي ديال الالكترونيك، في 500 الف عضو عالميا. في 2012 كرمونا حنا بينا ثلاثه ياباني امريكاني ومغربي، عطاونا واحد الميدايه. وفي 2014 لا ناشونال اكاديمي اوف انجينيرين عطاو هذاك ما يسمى بالدرابر برايس، وهو يعني يعتبر كجائزه نوبل في الهندسه. اذا مني وقع هذا الشيء هذا، عاد اولا لو سينغاس، انا كنت مدير البحث في السينغاس، الرئيس ديال السينغاس كتب لي، الوزيره ديال فرنسا كتبت لي قالت لي يعني باك بسعود الى اخره، ومني تجي لباريس دوز لعندنا الى اخره. ومني سولته قلت له كيفاش هذا الاختراع ديال لا نودون غرافيت، كان في واحد المختبر ديال السينغاس في غرونوبل، وما اعترفتوش به انتم اللي فرنسيين ديالكم هذا. قال لي واه حنا في ذاك الوقت في الثمانينات ما كانش عندنا الاليات باش الى اخره الى اخره. المهم ما كاين مشكله، فوق ما جا الخير تينفع، هادشي اللي كاين. اذا اللي بغيت نقول هو ان كاينين شحال ديال رشيد اليزامي في المغرب، ده كاينين، وخصنا نلقاوهم وخصنا نشجعوهم وخصنا نقولوا لهم انتم يعني المستقبل. وكاينين احنا شوف من القرن العشرين الى لحد الان شحال التلوث ديال الهواء الى اخره، شحال ديال الناس عندهم مشاكل ديال التنفس في الدار البيضاء لان السيارات الى اخره، هذا مشاكل ديال الصحه العموميه فهمتي. اذا نخليو احنا الجيل الصاعد وهو يلقاو الحلول لهذا الشيء هذا، المشاكل اللي الجيل اللي قبل منا ولا ماشي احنا ماركه مغاربه، ولكن الدول الصناعيه اللي بداوا في القرن التاسع عشر بدات الصناعه الى اخره، ما كانش يفكروا بان العمل الجوده ديال الجو مهمه بزاف، ما كانوش يعرفوها حتى وصلنا للمشكل اللي عندنا الان. وانا تنظن بان التكنولوجيا الا طورناها يمكن لها تلقى الحلول لهذه المشاكل هذه كلها اللي وضعتها، اللي بطبيعه الحال مهمه جدا جدا للمستقبل ديال الجيل الصاعد ان شاء الله. وهو هذا، ما نكملش ما نطولش عليكم بزاف، اذا كانوا شي اسئله مرحبا بكم اللي نجاوبكم. فوالا شكرا شكرا. استاذ اليزامي في الواقع لا يمل من الانصات اليك صراحه، هي هذه. قبل ما نعطي الكلمه اللي غادي يبغي يطرح اسئله بالنسبه لك حول ما قلتيه، بغيت نقول بانه جاوبتي على سؤالنا ديال المدرسه الجديده وتحديات التحول الطاقي
جاوبتي بضرورة الاستثمار في الذكاء البشري. هذا هو في الواقع جواب، بمعنى الذكاء البشري هو المتحكم فيما يسمى اليوم بالذكاء الاصطناعي. وهذا درس مهم جدا بالنسبة لنا. وأكدت كذلك على المغربي، علاش؟ لأن البلدان ويعني والأمم اليوم مطالبة باش تحافظ على كيانها، باش أنها تكون في المقدمة يعني في المجالات اللي ذكرتي. فشكرا لك، ونعطي الكلمة الله يخليكم مقتضبة جدا، وفي صيغة أسئلة موجهة للأستاذ يزمي. شكون اللي غادي يدخل؟ شكرا. أنا لي شرف كبير باش نعود نلتقي بصديق وبرفيق الثانوي سي رشيد يزمي، وصديق شدينا الباك اونصومبل في لا ميم كلاس في ليسي مولاي ادريس. هو نرجع للمدرسه العموميه، في نظره هو الاساس ديال النقاش اللي خصو يكون عندنا اليوم. انا درت مسار ديال مهندس ودكتوراه، وقريت 23 سنه في مدرسه المهندسين، المدرسه الوطنيه للصناعه المدنيه. وكاين شيء الكبير اللي مهم، هو خصنا اعاده النظر في النظام التعليمي حول الفرق ما بين النقل كوبي كولي والتفكير بالنقد الذاتي اللي قريناه حنايا فوقتنا ديال لو دوت كارتيزيان. ما كاينش عندنا مشكل كبير كبير. انا كنشغل مهندسين، ان المشكل الكبير هو ضبط المنهج المدرسي او ديال التعليمي التربوي من اجل ارساء الفكر النقدي في التربيه وفي التعليم لمحاربه التفكير او المنهج ديال كوبي كولي. هذا سؤال كبير. واخر حاجه بالنسبه لا ترانزيسيون انرجيتيك، الانتقال الطاقي، بغيت الراي ديال الاخ رشيد حول عدم التطابق بين الحاجيات ديال الطاقات المتجدده اللي خصها تكون، والحاجيات ديال لا موبيليتي الكتريك ديال الانتقال الكهربائي. فرق كبير ما بين هاد. شكرا لكم. شكون اللي اعطيو لهذاك السيد؟ راه هو. السلام عليكم. سعيد الشعيبي، مفتي استوديو تربوي. كنشكر المنظمين وكنشكر السي اليزامي على الزياره اللي قمتي بها للحي ديالك المزيد والحومة، لان حنا فاش كنا اطفال في مكناس في حي الشعبي سيدي عمر كان عندنا واحد الكابيتان في الاكاديمي ميليتير، وملي كان كيدوز كنوقفوا الكره، وبسببه المجموعه ديال الاطفال ديال كذا التحقوا بالاكاديمي ميليتير في الليسي ومن بعد بكالوريا. كنقودوا عندنا، هو الوحيد اللي وقفوا الكره حتى كيدوز. انت قدوه، لان محتاج القدوات، لان المرحوم مغفور له محمد الخامس كان دا مع سميتو الدمع الحسن الثاني هو طفل لقاء انفا مع عظماء العالم، والحسن الثاني راه شنو طلع؟ راه خص تنزرعوا من الطفوله. حاجه اخرى، التلمذات راه عندهم دي كومبيتونس، راه تنقول لهم علاش الاستاذ يطرح سؤال وغتكون عارف الجواب ديال الصباك، خايف من غلط، خايف من غلط، يضحكوا عليا، خايف الخوف الخوف. خصنا نخدموا على البيبينير، ماشي حتى للجامعه عاد نديروا الاصلاحات الكومونيكاسيون لابيليتي، لا في الابتدائي تبدا. بالنسبه للبري نوبل، اوكرانيا جامعه واحده عندها 3 بري نوبل، وحنا الوطن العربي قلت قداش ما عندنا والو. شكرا. شكرا. السؤال من فضلكم من فضل جميع الاخوان والاخوات اللي غيدخلوا يطرحوا سؤال على سي رشيد. كون هنا السي صالح. مساء النور استاذ رشيد. سؤالي مباشر يتعلق يعني بالتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على العالم اليوم والمغرب على وجه الخصوص، وكيف يمكن للمغرب الاستعداد لهذه التحديات، خصوصا يعني فيما يتعلق بما يروج حول تهديد الذكاء الاصطناعي لعدد من المهن في المستقبل. شكرا. شكرا. السلام عليكم.
انا بغيت نقول للسي اليزامي اليوم انت مفخره ديال المغرب، راه دخلتي الكتوبه ديالنا بالعربيه والفرنسيه، ولاو الدراري كيعرفوا اكثر منا وقصيهم في التكنولوجيا اللي كتعجبهم. انا فرحانه بزاف لان هذا من الاشياء الجديده اللي كاينه في المنهج المغربي، انه دخل مغاربه العالم. استاذي الجليل غادي نساليه على داك المشروع ديال البطاريات ديال جيجا فاكتوري، الا كنتي تقول لنا فين وصل المشروع. وشكرا. شكرا. السلام عليكم. سعيده جدا بالحضور امام القامات التي امامنا. رقيه المحمودي مهندسه في علم المواد، متخصصة في جودة التكوين المهني. المسارات قد تتكرر، أنا أيضا مهندسة وتم بعد لغو كونفيرسيون بعد تخصص في الجودة، لكن النبوغ المبهر لا يتكرر، فهنيئا لكم بهذا التمييز. أنا أستاذ لما تكلمتم على ضرورة أن يكون لدينا نوابغ وأطر عليا في لكي نصاحب هذا الميدان ديال الطاقات المتجددة، وتكلمتم على ضرورة وجود بعض المواد الكوبالت الليثيوم إلى آخره. أنا أضيف أنه يجب أن يكون لدينا يد عاملة متأهلة مؤهلة كالتقنيين والتقنيين المتخصصين إلى آخره، ولدينا في المغرب بعض المؤسسات متعددة ومتميزة التي أرجو وهذا ملتمس أن تزوروها وأن تكونوا قدوة لتشجيع هؤلاء الشباب. هذا من جهة. ثانيا من ناحية التصنيف ديال الكليات إلى آخره، هناك أيضا تصنيف ديال المؤسسات ديال التكوين المهني. سؤال. هذا الشيء. السؤال هو الأستاذ المالكي، يجب أن نشجع، وهو ملتمس أيضا، أن نشجع تميز هذه المؤسسات التي لدينا في المغرب لكي تصل إلى العالمية، لأنها مؤهلة. شكرا. جدا. شكرا جزيلا. شكرا. من فضلك. السلام عليكم دكتور يزامي، احنا جيت سعداء بالتواصل معك اليوم وجيت فرحانين. هو سؤال مباشر باعتبار ان الاستاذ الحبيب المالكي متواجد معك، فبالنسبه للتحول الطاقي وباعتبار ان مدينه ابي الجعد التي ينتمي لها الاستاذ الكريم سي حبيب، فنتمنى على اساس ان هناك كاين مشروع نور ديال الطاقه المتجدده، فهذه مناسبه باعتبار انه جالس معك، فنتمنى ان يكون هناك شراكه في هذا الموضوع. وشكرا. ثم ما قبل ثم الاخير. السلام عليكم استاذ العالم يزامي، انا شرف لي ان نكون امامك الان. صراحه اصبحت قدوه لنا رفقه المرحوم المهدي المنجره، اصبحت قدوه لنا كشباب. عندي واحد التساؤل، ذكرتي باللي عندك واحد لا فيزيون ديال من هنا 15 ومن هنا من هنا 20 سنه، يعني بغيتي تشوف مغرب مختلف. صراحه باش نكونوا صريحين، يعني لي زوتر بيي ما يقدروش يخليونا نفسهم، باش نكونوا صريحين، شنو 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 نقدروا نديروا باش نصدوا لي زوبستاكل اللي غيديروا لنا دوك الناس باش نقدروا اننا نفوزوا عليهم. وشكرا. شكرا. شكرا جزيلا. من فضلك. ثم غادي ينهي لنا السي البوهالي الاسئله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الشكر والامتنان للمجلس على التعليم والبروفيسور يزامي. أتحدث من موقعي كإداري تربوي مدير ثانوية تأهيلية تقنية. دائما نعيش قدرة المؤسسة على احتضان مبادرات تلاميذية، لأن التعليم بعد العمودي في علاقة الأستاذ والتلميذ، طبعا صعب جدا أن ينفتح على مبادرة التلاميذ، لكن لا يمكن أن نفتحها إلا عن طريق أنشطة الحياة المدرسية. فأظن آن الأوان لمؤسسة الحياة المدرسية في تقييم عمل التلاميذ وأيضا في تقييم عمل الأساتذة، لأن تحتضن فعلا المبادرة التلاميذية. وعندي في مؤسسة الثانوية بالمسنين بالقنيطرة التقنية مبادرة تلاميذ يعني مشجعة لتلاميذ
في جيد المشارك في أولى بكالوريا مثلا تلميذ من أولى بكالوريا يفوز في الجائزة الأولى ديال المبادرين في الـ MCM الدراسة العليا للتكنولوجيا والميكانيك. شكرا جزيلا. السؤال الأخير سوف يلقيه السيد بوهالي، وأريد من السيد بوهالي أن يقدم نفسه قبل أن يلقي السؤال. تفضل السيد بوهالي. الحسن البوهالي ريسبونسابل بيداغوجيك ديال مدارس 1337. السؤال بلوتو تعقيب، هضرتي على التصنيف ديال الجامعات ديالنا اللي هو ما بين 1000 و2000. بغيت غير نشير بان مدرسه 1337 كتصنف في الميدان ديالها اللي هو الكودين بار كودين جيم 17 وورد وايد، وهذه سنوات وهي زعما مدرسة مختلفة تماما، ما فيهاش أساتذة، ما فيهاش مواقيت، ما فيهاش فصول مدرسية، ما فيهاش نيفوات نيفو سكولير. مدرسة كتعتمد بيداغوجية البير تو بير ليرنين، تعلم الأقران، و بير تو بير ايفاليشن اوسي، وكتنتمي لشبكة قبيلة هضرتي على داك الرئيس ديال سنغافورة اللي جابوه غراس سون كارني دو كونتاكت. هاد المدرسة فيها تاهي لي في ريزو، حيت كاينة 47 كومبوس في العالم في 27 دولة، كتخدم من نفس البروغرام و يسون كونيكتي اون بيرمانونس، و يا با دو ريزون كو لو سوا بلو اون فوا اون انتربريز. اي دونك فاش كتروكريتي من واحد راه كتروكريتي واحد زائد واحد القدر بورسون من دوك 40,000 اخرين اللي كاينين. ساشي بغيت نقولوا والنتيجه ديالها بعدا 100% ديال البلاسمون، اي سا سي فورميدابل. شكرا بزاف استاذ اليزامي. تفضل. الواحد ملي تيوصل اكثر من 70 عام تينسى الاسئله ولكن ناحيه ديال طبيعه الحال كاين هذاك المشروع ديال النور ديال الطاقه ديال الشمسيه خصوصا والهوائيه. بطبيعه الحال في الاول تنظن ركزوا على طرق ديال صناعه الطاقه من ناحيه ديال الشمسيه كتسميوها الحراريه ماشي الفوتوفولتايك، ومن الطاقه يعني الهوائيه ولا الريحيه الى اخره. يمكن ما فكروش في الاول في التخزين، ولكن كاين طريقه ديال التخزين. مشيتي النور كاين طرق تيخزنوا الطاقه في الحراره، كاين ما يسمى بالسيل فوندو تيخزنوا فيه الطاقه وتيمكن لهم يصنعوا يعني الكهرباء حتى في الليل من تكون الشمس ولا من تكونش الهواء. اذا كاين تخزين، كاين طرق كثيره لتخزين الطاقه. وانا ملي مشيت نقول لك صراحه تعجبت ان ملي زرت في 2017 كان مازال عاد بدا وعندهم يعني لو شون بدا، شفت بان كاين واحد بحال ان لاك ارتيفيسيال ديال الباراج وكاين جبل ومرززات، ومني وراوني هذاك واحد الدوم عامر فيه ما عرفتش شحال ديال الاطنان ديال لي سيل فوندو. قلت لهم كتعرفوا بان 80% ديال الطاقه عالميا تخزن بالماء، تعدو هيدرو بومب. يعني ملي تصنع ملي تكون عندك يعني عندك الطاقه اكثر من ما يمكن تستعمل، تاخذ الماء من واحد السهريج تيكون لتحت وتطلعو لفوق، ومني كتبغي تصنع الكهرباء كتعاود ترد الماء. اذا سي ان سيكل دو لو، ويعني اكثر من 80% عنده ديال ليفيكاسيتي، ما كاين ما نصنديعوش. اذا هذيك تعجبت قلت لهم علاش خديتوا هذيك لا تكنولوجي ديال لي سيل فوندو وما خديتوش الهيدرو بومب لان هي اللي يعني معروفه بزاف. المهم هذه غير امتي كل شوز. دابا بهذا المشروع اللي سمعنا به هذه يومين بان غادي كاين موموراندوم اوف اندرستاندين، بالنسبه لي موموراندوم اوف اندرستاندين ان الحكومة المغربية مع واحد الشركة صينية أوروبية اتفقوا بأن عندهم واحد البرنامج ماشي عقد، مازال ما كان عقد، بأن غادي من دابا 50 ولا 60 وغادي نمولوا الملكين إلى غير ميموراندوم أوف أندرستاندين. هذه بالنسبة لي تقول بحال نكتة بحال الخطوبة ماشي الزواج الخطوبة. إذا قلنا إن شاء الله وجاو هذوك يعني سميتو قلت لي ولا الشركه قلت فوالا عندنا هادشي الى اخره. هادشي
كاين شي ارقام اللي تعجبت عليهم ملي شفت داك الارقام، ولكن ما كاين مشكل، هذاك دي بيتي ديتاي. المهم هذا على حسب ما قريت ان كاين جوج المشاريع في هذا الجيجا فاكتوري اللي غتصنع 100 جيجا واتور كل سنه. 100 جيجا واتور علينا اربع د المرات ولا على الاقل ما بين 3 و4 د المرات، يعني الحجم ديال تسلا. اذا خصكم تعرفوا بان هذا الشيء كبير بزاف، 100 جيجا وات راه سي جيون سي انورم. ما كاينينش بزاف ديال زعما ديال لي جيجا فاكتوري اللي واصلين 100 جيجا وات، 100 جيجا واتور. فوالا، اذا هذا مشروع يعني بالنسبه لي لي تري امبيسيو، ما عرفتش كيف نقولوا في العربيه امبيسيو، فوالا طموح. وتنتمنى له ينجح بطبيعه الحال، وكنتمنى بان يعطي الفرص للعمل للمهندسين والتقنيين المغاربه في الشؤون ديال تخزين الطاقه. جوج ديال يعني ديال التطبيقات، تطبيق في السيارات الكهربائيه، وثانيا في خزن الطاقه. جوج الحوايج داك هاد البطاريات غادي تصنعوا. اذا حنا غاديين لهذا الشيء هذا، مع الاسف شويه ديال زعما تاخرنا يعني باش ناخذوا واحد القرار مهم. انا مني وشحني صاحب الجلاله في 2014 نصر الله في 2014، تنكرر مره على مره بان خص تكون عندنا جيجا فاكتوري قبل من تسلا. كان يمكننا تكون عندنا، لان عندنا الفوسفات وعندنا الكوبالت وكنا نلقاو لو فير، ما كاين حتى مشكل. الليثيوم نجيبوه من الشيلي، ما كاين حتى، ذاك الوقت كان كل شيء سهل. دابا اوروبا فقت من النعاس كيف تنقول لهم. 2018 لقاو بان صناعه السيارات في اوروبا وصناعه البطاريات في الصين مشكل كبير. اذا الصين غادي يكون عندها واحد الوزن ميم استراتيجيك، الا بغيتوا السيارات يكونوا كهربائيات في اوروبا، حنا بغينا هذه الصينيين. اذا في 2018 قرروا بان غادي صناعه البطاريات غتكون في اوروبا، والاستثمار اكثر من 100 مليار دولار ولا 100 مليار اورو اللي استثمروا الاوروبيين الان في صناعه لي جيجا فاكتوري. كاين على الاقل 25 جيجا فاكتوري الان، يعني في هما شي وحدين وجدوا في السويد وفي المانيا، وحده اخرين السنه المقبله ولا السنه 1925 اللي يكونوا يبداو يصنعوا البطاريات. اذا هذا المشكل اللي قلت لك بان غادي يوقع المشكل، لان تاخرنا شويش ديال اللي قلت المواد، الماده لي ماتيريو واش غنلقاوهم ولا لا. وثانيا باش نجاوب واحد السؤال، واش عندنا القدرات، واش عندنا المهندسين اللي غادي يسيروا هذيك لي جيجا فاكتوري. وبما ان هذا فكرت فيها انا شويه هذه شحال هذه، قررنا غادي يكون واحد واحد ان سنتر ديكسيلونس سور لي باتري فاس. لو سنتر ديكسيلونس سور لي باتري يعني فيه ثلاثه ديال الجامعات، الجامعه الخاصه ديال فاس، جامعه السيد محمد بن عبد الله، وجامعه مولاي اسماعيل ديال مكناس. اذا ثلاثه الجامعات كنا اتفقنا باش يكون هذا السونتر فيه لا ريشيرش وفيه لا فورماسيون ديال المهندسين. اذا ان شاء الله تنتمنى من دابا يمكن 2025 غادي نكون عندنا العماره وكل شيء وجد، كل شيء واجد. العماره جميله جدا، وعندنا على الاقل واحد 300 ولا 350 متر مربع ديال المعهد ديال البحث العلمي. وبقى دابا غير يعني التاويل ديالو باش يكون عندنا الالات اللي غادي نجيبوهم من هنا ومن هنا ومن هنا. وان شاء الله احنا خدامين في هذا الشيء باش نمولوا هذا المشروع، باش قبل ما تكون جيجا فاكتوري في المغرب يكون عندنا المهندسين اللي غادي يخدموا فيها. هذا مهم، لان على حسب ما سمعت اكبر شركه اوروبيه الان في صناعه البطاريات سميتها ACC، فيها توتال انرجي، فيها مرسيدس، فيها ستيلانتيس، هذوك العمالقه. على حسب ما سمعت ان 30% ديال المهندسين جايين من الصين ولا من 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 اسيا، اسيويين، لان ما لقاوش المهندسين، ما لقاوش الناس اللي عندهم الخبره. اذا جابوهم من الخارج، وكاين اللي عندهم يعني الخبره في هادشي البطاريات، جاوا من الصين واليابان الى اخره، وحنا ما بغيناش نلقاو راسنا في نفس المشكل. اذا كاين وجدوا يعني
الأطور المغربية في التقنيين، المهندسين، الباحثين إلى آخره، باش إن شاء الله من دابا 2030 يكون عندنا واحد المعهد الوحيد، المعهد الوحيد في أفريقيا كلها، هذا السي أو بي. ومني سمعوا بعض الدول الإفريقية بأن درنا هذا الشيء، يعني الصحافة كتبت عليه وداك الشيء، بداو تيصيفطوا لينا، تيكتبوا لي الناس من الكاميرون، من افريقيا الجنوبيه، راه غادي لافريقيا الجنوبيه، قال لك الله يخليك السي رجيد اجي دير لنا نفس الشيء. علاش لا؟ ما كاين مشكل، يمكننا زعما هذا الشيء هذا نطوروه في افريقيا، لان افريقيا كتعطي 80% ديال المواد ديال صناعه البطاريات. اذا المواد الافريقيه خصها تبقى في افريقيا بالنسبه لي، وهذا الشيء هذا هو المستقبل ان شاء الله. كاين شي اسئله اخرى ما عرفتش ما جاوبت عليهاش؟ شنو لو بري نوبل؟ نو داك ما عندي حتى شي تعليق عليه. هذاك سي اون بواط نوار ما تيدخل لها حتى شي حد. اي ودوك دوك اولا زعما الطاقه المتجدده افيك زيرو كربون كاينه في المغرب. المغرب غادي يوصل دابا 2030 على حسب التوقعات 52% ديال الطاقة الكهربائية غادي تكون متجددة. هذه يعني قليل الدول في العالم اللي وصلوا لهذا المستوى، هذا قليل جدا. إذا عندنا المؤهلات، ولكن هذه الطاقة المتجددة كاينة كثير شيء في الجنوب المغرب، والاستعمال ديالها يكون في الدار البيضاء وفي طنجة وفي فاس إلى آخره اللي ما كاينش. إذا خصنا نعرفوا كيفاش هذيك الطاقة يمكننا نستعملوها بواحد الطريقة يعني افيكاس، الافيكاسيتي باش نجيبوا هذيك الطاقة من الجنوب المغرب. كاين دي كابل، كاين على حسب ما سمعت كاين مشروع ما بين المغرب وبريطانيا العظمى غروند بريطان، باش المغرب غادي يصدر يعني الطاقة الكهربائية من الصحراء المغربية إلى لانجلتير إلى آخره. على الاقل 8% ديال الطاقه ديال هذه المملكه زعما الكيندوم المتحده ديال فوالا 8% ديال الطاقه ديالها غادي يجي من المغرب. راه هائل هذا، راه يعني واحد الرقم هائل. اذا هاد لا تكنولوجي كاينه باش يمكننا ننقلوا يعني الطاقه من واحد الناحيه الى ناحيه اخرى بدون يعني الخساره. الباتريات سالت. شكرا. اذا لا تكنولوجي كاينه، لا تكنولوجي كاينه، خص بطبيعه الحال غير اول الاراده والتمويل ديال هذه المشاريع اللي يمكننا نصنعوا يعني الطاقه الكهربائيه في الصحراء المغربيه ونصيفطوها حتى لوجده ولا حتى لطنجه. هادشي كاين، هادشي كاين فوالا. شنو اسيدي؟ لا 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 ما لا لا ما لا ما لا ما عطيتش الكلمه، ما عطيتش الكلمه من فضلك. شكون اخر الله يخليك اللي سول؟ نسيت شي حد. شنو؟ الانتيليجنس ارتيفيسيال. وي بالمناسبه استاذ اليزامي سيدي، بالمناسبه وحنا معنيين كمجلس اعلى بالادوار ديال، احنا معنيين في المجلس الاعلى بالادوار ديال المدرسه اللي كنسميوها الجديده بناء على رؤيه استراتيجيه. شنو ادوار لهذه المدرسه امام هذه التحديات ابتداء من البدايات حتى التخرج؟ كيفاش كتشوفوها؟ هذه بالنسبه لي راح تكون معركه، لان الشباب تيبغي هذه الشيء، التكنولوجيا الجديده عندهم كله. ما كانش الشاب اللي ما عندوش دابا التليفون ويمكن له يكدفي ويمشي للانتيليجنس ارتيفيسيال ويستعملها الى اخره. اللي خصنا نرسخه في الادمغه وهو ان الانسان أذكى من الذكاء الاصطناعي. هذه مهمة جدا. هذاك الذكاء الاصطناعي نتيجة ديال البحث ديال الأدمغة الإنسانية. هذه مهمة جدا. إذا خصنا يمكننا نخليهم يستعملوا، ولكن خص كيف قال الأستاذ النقد. خص النقد من بعد ما يخرج واحد يعني واحد الإنشاء، مشى تشات جي بي تي وخرج واحد الإنشاء. الاستاذ يسولو واش فهم داك الشيء،
إذن سنعيط لها أنا الذكاء أو كاري، الذكاء اللي فوق الذكاء الاصطناعي. هذا هو اللي خص. إذن هذا الشيء كله معنا لين عليه، الذكاء الاصطناعي معنا لين عليه كاين، وخصنا نشوفه كيف نستفدوا منه. كيف قلت أنا في الأول، أنا تنبغي نستعمل الذكاء الاصطناعي باش هاد البطاريات اللي خدامنا فيهم نستعملهم في واحد الطرق احسن لحد الان، باش تكون السلامه ديالهم، الجوده ديالهم تكون احسن، ويطولوا اكثر من 10 سنين الى اخره. هادشي كله الذكاء الاصطناعي كان يساعدني. والان عندي واحد 3 ولا 4 ديال الطلبه في الدكتوراه خدامين في الذكاء الاصطناعي في البطاريات، باش نحلوا المشاكل ديال البطاريات، لان مازال كاين مشاكل البطاريات. اذا اللي بغيت نقول هو ان من الاول خص يعني التلاميذ في المدرسه الابتدائيه يعرفوا بان خصهم يمكن لهم يستعملوا تكنولوجيا جديده، ما كاين مشكل، ولكن خصهم يعرفوا بان هذيك يمكن لهم تتطور، يمكن لهم يفكروا كيفاش، ويمكن لهم يعلقوا باش يعني يستفدوا بها احسن. هذا هو اللي تنشوف في المستقبل. اذا فكر في حال الذكاء الاصطناعي او كاري فوق بروتون. استاذ سي كريم من فضلك، ما عطيتكش الكلمه. شوف، اذا سي رشيد، اذا كنت مازال عندك ما تجاوب هو هذاك، اذا ما كانش يمكن نعتبره يعني الاسئله يعني تمت الاجابه عليها. هذا موضوع يعني تهم الناس كلها، علاش كاين الاسئله؟ وسمحوا لي نسيت بعض الاسئله. هذا يعني موضوع عام جدا. شنو هو اخر سؤال؟ سمح لي نسيت. يا في بس سولتي شي سؤال مهم وغادي نسمح لي نسيته. تفضل. اسمح لي. وي اسمح لي استاذ، هذا سؤال جديد اذا سمحتوا. احنا متشرفين بحضورنا لمحاضرتك استاذ، وكنشكر المجلس الاعلى للتعليم اللي سمح لنا وعطانا هذه الفرصه نتواصلوا مع الاستاذ يزامي. سبقنا تواصلنا معه في جامعه عين الملك السعدي. صحيح. انا كنجدد الاتصال معكم. عندي فقط سؤالين بسرعه، وهو فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. يصطلح حاليا لنزع هذه الهاله الاسطوريه اللي اعطيت للذكاء الاصطناعي، واللي جعلته بحال واحد الاكسترا تيرست اللي يستعمر الانسانيه. لنزع هذه الهاله وهذه الصيغه الاسطوريه، مجموعه من الخبراء ومن الشركات اطلقت عليه الذكاء المعزز، الانتيليجنس اوغمونتي، اللي كتعبر بهذا المفهوم وهذا الكونسيبسيون، كتعبر على ان الذكاء الاصطناعي بين قوسين هو في خدمه البشريه، في خدمه الانسان، والانسان هو اللي صنع الذكاء الاصطناعي. دونك هذا المفهوم ديال الذكاء المعزز اللي خصنا نستعملوا اكثر من الذكاء الاصطناعي، لا في المدرسه ولا في جميع الاوساط، لان الذكاء الاصطناعي جات هذه الهاله وهذه الاسطوريه ديالو ملاتوا عليه الشبكات الاجتماعيه والسيونس فيكشن. صحيح. السؤال الثاني استاذ اذا سمحتي، والاخوان ديال المجلس الاعلى للتعليم اللي كيشتغلوا على المدرسه في الانشغالات ديالهم الاساسيه، وعندكم النموذج ديال سنغافوره، وكنعرفوا ان المدرسه العموميه عندنا في المغرب المشكل ديالها الاساسي هي اللغه، هي لغه التواصل، لان اللغه هي كنعتبروها لغه هي فيكول، واحد سياره لنقل المعرفه ونقل المعلومه للاجيال من الاساتذه للطلبه. اذا اعطيت استاذ تصنيف للجامعات العالميه، ويظهر من هذا التصنيف ان الجامعات التي تنطق وتشتغل بالانجليزيه هي المصنفه، والتي تشتغل بلغات اخرى ليس لها مكان في هذا التصنيف. اذا استاذ بالنسبه لسنغافوره، بغينا نعرفوا غير انتم عندكم تجربه وعندكم اطلاع في هذا الميدان، ما هي اللغه التي تتواصل بها والتي تشتغل بها المدارس في سنغافوره؟ وشكرا لكم استاذ. سنغافوره كيف قلت بلاد فيها 5.5 مليون ديال السكان، ياك، وعندها 4 ديال اللغات يعني اوفيسيال.
منها الإنجليزية منها الصينية ومنها ماليزيا ومنها الهندية، أربعة اللغات. وانا مش حالة دي تنقول تنجي المحاضرات قبل ما 2014 تنجي المحاضرات المغرب تنقول تمشي للجامعات تنقول له تعلموا الإنجليزية تعلموا الإنجليزية، دابا تنقول تعلموا الصينية. هما الصينيين جايين 6.5 مليار ديال الدولار ديال الاستثمار في البطاريات، الا كان طالب مغربي تيتكلم الصينيه غادي ياخذوا ديك الساعه، ما كاين حتى مشكل. اذا خصنا نهتموا بالصينيه لان الصين جايه ك يعني كدوله مهمه هائله الى اخره. اذا انا في يعني الطلبه ديالي من الهند من الصين راهم تيتكلموا بيناتهم تيتكلموا باللغه ديالهم تيتكلموا معايا بالانجليزيه تيتكلموا بالانجليزيه. اذا الان الانجليزيه بطبيعه الحال هي اللغه اللي تنستعملوا، ولكن المستقبل تذكر هذا الشيء اللي قلت لك من دابا 20 عام المغاربه يتكلموا بالصينيه. استاذ يا زميلي غادي نسمح لنفسي باش نطرح عليك اخر سؤال في هذه الجلسه. شكرا. تكلمتوا قبل قليل على اهتمام الشباب بالوسائط ما يسمى بوسائط التواصل الاجتماعي اللي كيمكن تلهيهم على التحصيل. وانا قريت اهتميت بهذا الموضوع ولقيت بانه كاين بزاف ديال الاصوات اليوم في اوروبا كتكتب باش تقول كتكلم على الاثار يعني السلبيه جدا ديال هذه الشبكات كيف هي اليوم. صحيح. وكيقول مولاها بانه ربما يكمن الحل في ان نعمل نحن البلدان الذين ليس لنا هذا يعني القوة الذكاء الاصطناعي المتعلق بالشبكة الصناعية شبكة التواصل أنه نعمله باش يكون باش ما نبقاوش مستعملين كيف هي الحالة الآن، ولكن نوليو حنا يعني قادرين على يعني المساهمة في صناعة ديال الألغوريثمات اللي كتحكم في هذه شبكة التواصل. بغيت نعرف رأيك في هذا الموضوع السي رشيد. يعني هذا موضوع طبيعة الحال مهم جدا، ولكن كاين الاشياء اللي تنقول طبيعيه ما يمكنناش. بحال دابا واحد المراهق عنده 12 عام 13 عام 14 عام ما يكونش عنده حساب مع انستغرام الان، ما يمكنش، صعيب. شحال الوالدين حاولوا الى اخره اللي تيمكن. واش ما عرفتش واش هادشي زعما يكون. اولا داخل المدرسه الهواتف تتكون مشدوده اولا، ما خصش الواحد يكون. ثانيا في الدار خص الوالدين يقولوا ما غنقطع لكش، ولكن عندك ربع ساعه ولا نص ساعه ومن بعد. وهذه صعيبه بزاف، راه بحال هذاك اللي عنده تيكمي وكتزول له الكارو تيولي شويه. اذا هادشي بشويه بشويه تنظن بان تيمكن تحكم، لان الشباب عندهم تحت المسؤوليه ديال الوالدين ديالهم، الوالدين ديالهم يمكن لهم يقولوا لهم ما يمكن لكش تستعمل الهاتف ديالك اكثر من هذا الوقت هذا الى اخره. شكرا. اخر سؤال سي رشيد. سي غريوي عضو المجلس الاعلى حتى هو الله يهدي ويكون سوف يكون، واعتذر، اخر سؤال في هذه الجلسه تفضل. شكرا صديق سي رشيد اللي كنفتخروا به كمغاربه وكنعتزوا به لانه كيشكل قدوه ونموذج للشباب نحو مستقبل افضل. العالم الان يعرف تحول كبير على مستوى التعليم، والتحديات المقبلة ماشي هي التحديات ديال هذه عقود فقط أو سنوات، الآن كاين تحديات كبرى. نحن في المغرب بطبيعة الحال مطلعون بشكل جيد، والمجلس الأعلى بالمناسبة المجلس الأعلى الآن على عاتقه مهمة أساسية في إنتاج اقتراحات نحو المستقبل ديال المدرسة المغربية. احنا المغاربة نعرف بشكل جيد مجموعة من النماذج، لكن مع الأسف أعتقد أنه نعرف فقط النماذج ديال الغرب، أمريكا، أوروبا. هنالك النموذج الآخر المسكوت عنه واللي قلتي هو القادم، الحضارة القادمة على مستوى التحول التكنولوجي، التحول الرقمي، التحول ديال الذكاء الاصطناعي، التحول في التعليم، وهو النموذج ديال جنوب شرق آسيا، نقولوا الصين، كوريا الجنوبية، اليابان الى غير ذلك. سي رشيد بحكم اطلاعكم على هادشي كله، انتم عشتوا في ليزيتازوني، في فرنسا، في الغرب، والان في جنوب شرق اسيا. اولا التعليم كذلك، بغيت غير نضيف على القضيه، لانه ملي كنقولوا التعليم ماشي غير هو التكوين، التعليم والتربيه
أي القيم والتعليم. في نظركم السي رشيد شنو هو النموذج الأقرب أولا إلى قيمنا وتفكيرنا والصالح لنا في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد؟ شكرا ومعذرة على الإطالة. تنظن لا لا ما كان مشكل، مرحبا على السؤال. نشوف راسي بما ذكرتي على سنغافورة وعلى يعني جنوب شرق آسيا، التعليم الابتدائي في المدرسة الابتدائية التلاميذ تعلموهم كيفاش يحلوا مشاكل كونكريت. الكتاب ديال الرياضيات ديال في المدرسة الابتدائية تقول لك مشيت للسوق شريت جوج كيلو ديال هذا ونص كيلو ديال هذا وهذا الثمن ديال هذا وعطيت لهذا الثمن شحال غادي يرجع لي هاد الفلوس، سي كونكري وما كايناش حشومه في هادشي. هذا هادشي غير تطبيقي. اذا التلميذ ملي تيمشي تيشوف يمشي مع الوالد ديالو الوالده ديالو السوق تيفكر في هادشي هذا تيشوف الاثمنه وتيقارنهم. اذا تيدخل واحد الاشياء اللي تعلمها في المدرسه في في في, في, في زعما كل يوم. اذا انا بالنسبه لي خصنا نرجعوا لبعض يعني الطرق ديال التعليم اللي تتكون يعني براتيك سهله، ماشي لازم تكون يعني ترو تيوريك الى اخره. وبطبيعة الحال القيم مهمه بزاف. حنا كنا في الابتدائي تنبداو اول حاجه العالم الوطني والاناشيد الى اخره، وهادشي خصو يكون ماشي غير الاناشيد الوطني، خص حتى الاناشيد الاله يعني الاندلسيه تعلمتها في الكوليج. كان عندنا اساتذه نوصل في الصباح تيوقف القسم كله وكنغني واحد الخمسه دقائق، وكان هذاك واحد يعني تنفيقوا من النعاس. مهم بزاف. واولا تيرجع لك ملي تسمع ذاك الاله. البارح كنت في واحد المطعم مغربي وطالقين الاله داك الكلمات ديالها رجعوا لي داكشي اللي تعلمت ملي كنت عندي 10 سنين، وداكشي ما تيتنساش. وهذا من التراث ديالنا، هذا الحل المغربي من التراث ديالنا باش التلاميذ يتعلموا هادشي ديالنا ديال القديم. داكشي جميل، الكلمات مزيانه والموسيقى عجيبه الى اخره، وتجي المناسبه فاش هو تيفرح بان تيمكن له يغني مع. وهادشي اللي بغيت نقول لك، انا كاين تطبيق الاشياء زعما يوميه اللي يمكننا نتغلبوا على هاد الموجه ديال التكنولوجيا الجديده وهادشي ديال الالكترونيك وهادشي. بعض المرات تندم اللي اختار بطاريه الليثيوم، لان كان ما كانش بطاريه الليثيوم ما يكونش التليفون. صحيح، لان تقول مع راسك كاين شي ايجابيات وكاين شي سلبيات، هذا هو والواحد يلقى واحد يعني ما بيناتهم. فوالا، شكرا استاذ يزامي. اذكر الحضور الكريم بان محاضره المائده المستديره ليوم الاحد سوف ينشطها الاستاذ فؤاد شفيقي حول موضوع الكتاب المدرسي والكتاب يعني المرافق للكتاب المدرسي، وسوف تكون مع تله من الباحثين ومن الناشرين. فمرحبا بكم يوم الاحد على الساعه الثالثه بعد الزوال. شكرا لكم.